إزالة الشعر الزائد إليك الخلطة السحرية. يعتبر الفازلين من أشهر المستحضرات التجميلية، يستخدم في إزالة الشعر الزائد، والخلطة هي نصف ملعقة من الفازلين، ملعقة كبيرة من دقيق الحمص، ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم، وثلاث ملاعق من الحليب السائل. نقوم بخلط المكونات باستثناء الفازلين، يخلط بشكل جيد حتى يحصل على خليط متجانس، ونقوم بإضافة الفازلين ونقلب المخلوط بشكل جيد. نقوم بتوزيع الخليط على أماكن الشعر الزائد ونتركه 10 دقائق حتى يجف تماما، ثم تزيله من الاتجاه المعاكس لنمو الشعر، ونغسلها بالماء الدافئ، وتكرار هذه الوصفة كل يوم. وللشعر الزائد كمية متساوية من الفازلين ونبات السعد البطحون، ونخلطه ونقوم بتوزيع الخليط على أماكن الشعر الزائد حتى يجف، وبعدها نزيلها بالماء الدافئ.